هذا مقدر يمكن الله خففه بعد يوم ان الرجال حج محمد زي فطور ما جعل شايب النرثه في الجنه. ابو محمد ما يبي الا الشغل مضبوط. يلا تعافيهم الشر ما يجيهم. حريص و... بسم الله. ودقيق. يلا تعافيهم. يلا توفقهم. يلا انتم جيتوها يا ابو صالح امس تقول؟ ابو سيف؟ اي الله الله اي امس اخذناه. اي اي وما شاء الله تبارك الله. الرجال مستيقن. ما شاء الله اي وراضي بالمقدر. يلا لك مؤمن مؤمن ابو سيف. وجهوده فعلا في الحج. أيوة ما شاء الله جهوده مميزه والله مع الكشافه الرجال. قائد كشفي مو بسيط. لا لا يخدمونه ما شاء الله وقدامه تبارك الله مسؤولين ما شاء الله وهالكشافه يدلون. يا الله تحييه وتعافيه والشر ما يجيه. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. الله يعينكم. والله احنا ما ما نجي للمفطرين بس يعني بس اذواقه. اي ما يخالف ما يخالف. يا ولد يا ولد ما شاء الله الزين والبر يا ولد لا تنساه. عليه سكر ذا؟ قد يكون اكيد السكر فيه لمسه سكر لمسه اكيد. دق دق هات هات دق صلح ولا لا تسكر معي معي ما عليك ما ترى عبد الرحمن خذ الخبيزات هذه هذه بر رحم والديك بس 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 لا لا تحط عندي شيء خلاص بركه بركه بس لي ابغى اسولف. لا ما يخالف مال احنا مال احنا ام مالح ام الحلال ما فيها مين بخدمه ذي هذه طول عمر هذا حديثنا اللي هو تو احسنت المؤانسه والمجالسه هذه بعض الناس يأنس لانه يخدم الاخرين. قوموا لطيف الله خدمك المال والبنون يا ابو محمد والبنت الحنون امين حوريه عاد احنا الدنيا هذه يستاهل خذنا ما كتب الله. لا لا ما هو بكل اللي يفهمها على ما بنت من مواليدك يعني ابو محمد بنتك بنتك خذ لك بنتك يا سلام قول زوجة حنون اللي بتخدم حتى الام اللي منها خدمك تراها بنت يا سلام البر ها بعض الاباء ودي يخدموا اليوم انه قاعد عيال يخدمونه يقول خلوني انا ودي اشتغل. اي والله ربع قلبي يشتغل. اي والله وحسن ربع قلبي يوم يشتغل. إيه؟ ودي رايح تبي افطر افطر يا ابو حزام واحد نعرف حزام يقول لي وهو حزام. وهو اشد مني في يلا توفقهم يا مال القناه ابو حزام مرحبا بس الله يكثر خيركم. امس جاء ابو محمد ما شاء الله اعطانا ما اعطاه الله وانا ابو عبد الرحمن قال يسوي لنا الفطور ناكل نجرب وذنا صايمين ما شاء الله واليوم خلاص معيدين ما شاء الله بركه بركه شو واجد واجد افطر يا ابو محمد انت ما افطرت افطر انا ما عليك ترى هذا هذا بس انا خالص هذا ينشف على طول لما كنت حال حيل خالص شفت اذا كان مغلف وكذا ها حتى اللي يجي بعدك احسنت يمكن ياخذونها والله ان الشغل زين زين ابو محمد اي والله شوف شوف مثل هذا لو احنا لمسناه الله ما عاد احد يجي ناس يقومون من النوم هالحين اي والله صار يحتاجون هذا الملوح هذا الملوح الملوح هذا من عملية حركة يوم يلوحون يلوح به ايه بس انه اذا برد كل شيء اذا برد يبس. بسم الله كان كثر لك ايه مو بزي التمس لا ينشف عندكم ملاعق اللي بياكل معصوب ولا يا ايه. مل الهلا يا مل الهلا والجود يا ابو حزام الله يعافيكم يا مرحبا يا ابو صالح يا مرحبا اخوي مبطين ما شفناك يا ابو حزام انا ثلاثة ايام و امس انا ابو محمد وتالي جاب ابو عبد العزيز صار مع ابو نايف يا ربي لك الحمد تيسرت الامور وجانا اي والله ما دامكم موجودين انتم على بالكلام يلا انا بجيكم بجيكم الصبح احنا جينا الصبح بس بغيت اجي الصبح ارسل ابو عبد العزيز قال لا توخر عقب الظهر واليوم ابو حزام كنا جايين الصبح تبي تهج ايوه ما فيه ما فيه لا ما فيه ابد جودكم يا اخي الصباح احسن من الظهريه الصباح ليه المسافه والحر وال الحمد لله انك
كثر ابو حزام. يوم طلعت من نيا يوم طلعت من هنا عقب العصر امس الساعه 5 هي بس ما اشوفه من تقهوى لك في المقهى ما ادري ولا امس ذي لا قبل امس لا قبل امس واطلع طلع عمره وراح يخلص الشغل ولاني مخدر تعبان شوي وانا ارقد في السياره وتمشي وصفت العمر وارقد فيها ورقد ورقد في السياره ما قدرت خلاص قديت اجي ضغط الساعه 6:30 المغرب لا اله الا الله رايح لي الى ايش اسمه ورا السويدي حي ورا السويدي عندنا صوبنا اي هناك عندي شغل فيه اقول لك الواحد اذا صار متعب ومرهق ساكن في الحزام ولا ساكن في الرين؟ لا ساكن في الرياض ما شاء الله في الرين لنا اهجرنا ومزارعنا حتى احنا يا اهل الجنوب فتح طريق الرين و... اي وجانا امنيه سبحان الله العظيم الحمد لله 600 كيلو لبيش لا وزين وشرح والله زين والله انه قد كان شين وكلا انفس وواجد والله مستعد كان ضيق البلدي مش وكان ضيق فيها من اول مهمل بين الوادي وبين ايه ايه بين بيشه لكن ان شاء الله انه يجي خطين ويشبك ان شاء الله ان شاء الله خلص الحين لا ما خلص ما خلص ما خلص باقي من الرين للرياض سيدي سيدي سيدي, سيدي بس باقي مو ورا بس يبدا من اين من المزاحميه من الخط السريع نعم يفرق من المزاحميه الله كبري اي بالله من كبري بعد المزاحميه الله الله كبري ما شاء الله وفيه مفرق من الحوطه فيه مفرق من الحوطه للرين يسمى طريق الحجاج ها هذا يختصر لاهل جنوب الرياض بدل ما يدخلون الرياض يتمثلون ويطلعون الحجاز يقدرون يجوك مع الحوطه زي هالوادي للحريق للرين زي هالوادي بعد اي نعم هالوادي نعم والله زحمة البلد ودك ان يحطون خط دائري يعني اللي بيتعدى اليوم من دشت السوق و تقاربت الديار وهي من الخطوط سبحان الله العظيم تقاربت واختلفت من اول ابو صالح الله اكبر كم يسافرون من نيه اللي يبغوا بيشه على البل كم ياخذون 20 يوم يرجع على السيارات الى عمل في 400 على السيارات الى عمل في 400 والله لو علمكم بطريقه يوم نروح للرياض تضحكون وينك جاي من حني هالبيشه أهل بيشة هني أهل بيشة نطلع العلاية سبت العلاية ونطلع على على الباحة تنكسون ونطلع على الطائف اي اسمع وناخذ الطريق القديم حق عفيف والدوادمي اي بالله الين نطلع على مرات وحيد الين نطلع مع الديرة وسيد واحد وسيد واحد شاف شوف يا دافع طيب خله انا كنت موظف الافلاج السيارات كنت موظف الافلاج عام 401 والله يا مسلمين شيء عجيب احنا في خير الحين في الافلاج في الافلاج ابغى بيشه ما في زفت الزفت ينقطع على وادي الدواسر اروح النجران 400 كيلو واروح الخميس اجي 250 كيلو وانزل على النماص على العلايه على شبت العلايه على بيشه يبغى لي يوم والله العظيم اطلع مع طريق مكه طيب زمان زمان 401 402 ما في زفت ما في ما في ما في زفت يا جيت رايح للطائف افرق بعدين كم بيشه تطلع من طريق الطائف اطلع من بيشه الى سبت العلايه الى الباحه الى الطائف والقطر الخط السريع اي بس انا ما ادري ما مشيته في ذيك الفتره لكن ما في زفت الا كذا انا اعرف ان في طريق الى مكه مضبوط مضبوط اللي هذا هو الى مني اقبلت على يقول لك مفرق شو اسمها الباحه ما بالباحه مفرق قبل الطائف شو اسمها ايه قصدك خرمه اطلع الخرمه واطلع بيش خرمه ما جل قريب يا ابو محمد ما في زفت ما كان موجود ما كان موجود الخرمه ايه ما كان موجود الا قريب يعني يمكن عام 401 402 جاء قبل 400 ما فيه الا عن طريق الطائف الخط السريع على الخط القديم الشيء اللي انتم خابرين يعني ما تسهل الطريق الا من 402 402 وفيها تقريبا حولها اللي انا مشيت يعني علشان اروح البيشه لازم اروح وادي الدواسر وارجع من نجران والله لازم تروح اشهد الا اذا سيارتك شو اسمه فرت ولا شيء طيب اطلع مع طريق الباحه الطائف هي اطلع مع الباحه وانزل على بيشه تجي بيشه قريبه اي وانت من فين جاي؟ من فين جاي؟ اصلا جاي من الطائف من الطائف هي بسيط ما نفس الطريق الباحه سبت العلايه تنزل على بيشه لكن اقصد انا ابغى الرياض لازم الباحه
طريق الطائف والقط الخط السريع من عند ظلم ومن عند إيه خلاص إيه هذا أقرب إيه الخرمة جاءت بعدها طريق لا أنا أقصد من أول يعني أنت تقول لي أروح على خميس مشيط على النجران وارجع لا ويقولون لي ما درست ولا دراسة لا هذا إيه والله والله هذا الحاصل نجران أنا كنت موظف عام 401 في الأفلاج ترى بعض أبي بيشة أبي بيشة لازم أروح في الأفلاج أحسبك في الرياض لا 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 أنت تمسك خط الحجاز وتفرق إيه قاعد يبقى عندك إلا 200 بيشة لكن آخذ دورة كاملة على ما دامك في الأفلاج هذا خطك هذا إلا من عند تثليث الآن لو بس إذا كان معي فرت ولا معي سيارة ديتسون وأنا أعرف الديار ممكن أمشي فيها لكن فيها طريق بري فيها ضياع فيها هلاك ماتوا ناس الله الله إيه ما يعرف الطريق يضيع تقارب الديار بيش تقارب الخطوط الرين ده شوف عاد اللي يقول عليك بالدروب ولو طالت أيوة, إيه. أيوة. هذا مثل عليك بالسهل عليك بالدروب ها. اللي ممشية الجواد الجواد هو احنا الدروب والجواد كله ولو طالت ولو طالت زين احنا نقول عليك يعني قد مشيت قبلك في ناس ماشيين قبلك مضبوط ايه. خلاص هذا يبي يوديك لا البيت يا يوديك النخل احنا نقول عليك بالسهل ولو طال ولو طال الله الله لا السهل هاي نقول رمل بعد اسهل من السهل لكن انتبه هذه يا طويل العمر قصة حصلت في وسط الرياض الان سليمانية هذه سليمانية من أرقى الأحياء في فترة من الفترات الآن صارت والأحياء والمدن تراها تشيخ مثل ما يكبر الرجال ويكبر يكبر الإنسان تكبر هي وتشيخ كذلك قصور الأفراح الفنادق لها عمر ثم شيخ يا تبنى من جديد يا الله أكبر إيه المهم أن الأحياء كذلك تشيخ يتركونها هلها ينتقلون إلى مناطق أخرى صحيح واقع وهذا يعني حال الدنيا أنت ما تركت حركات الشباب والشباب تركك هو تركك الشباب نبقى في السالفة هذا يطول العمر ناس جابوا واحد من الدرعية حلو يبي الرياض يبي يروح للمطار المطار القديم اللي هو الآن القاعد اللي هو معدد يعني الله الله هذا هو المطار على طريق المطار وجابوه من وين جابوه مع خط مزفلت واخذوا وقت ها؟ ايه الا ما لو ان احنا جايين مع ذا كان اقرب كان اقرب الا ما اقرب كم بياخذ الا جت في الخطر الى ان احنا نضرب ودوا الرجال المطار وبيقطعوه من المطار الى الدرعيه قريبه جدا ايه هي مثل حدوه الفرس وهالحين الطرفين الثاني صح قالوا الاثنين ذاك ودوه المطار وقالوا الاثنين هذول نبي نروح مع هالطريق سهل ولا يبي شيء مختصر ولا هو ما أخذ ولا ساعتين ولا ساعة وانت جاي مع ونعترف من أول بعد الطريق مهيب واختصروا الطريق ويغرزون في السليمانية ويموتون في السليمانية اللي عليها الحي الراقي الحي لا لا أحيانا عليك بالدروب لو طالت ايه تقول والله أنا أبى أسوي ها أنا بأروح أنا لا أركض والقصص ترى ما هي بواحدة ولا ثنتين ولا عشر ولا عشرين عندنا بعد قصة واحد ثاني طالع من ساجر يبي شقرة والخط كان ياخذك من السر يوديك يسمونها قرنة أو زفلت ولا ما قبل زفلت ثم يوديك على خط الحجاز القديم اللي يوديك الدوادمي يوديك عفيف صح أخذه يبي يأخذ يسار وهذه مسافة طويلة ونظرتها المثلث هي تجي عبارة عن مثلث الخط الترابي أو الخط اللي يعرفونه أهل السيارات هالخط ضلع واحد من المثلث وهذا بيعطيك ضلعين وكل واحد أطول من الثاني وأقصرهن هذا الضلع هذا الله مستعان قال أختصر الطريق عندي ضيوف مباشر بروح وراح طول عمره ودخل فيها النفود وغرس هو مدرس في قال له العبيدي اشتهرت قصته واشتهرت في ذيك الفترة سلم ولا ما سلم
ما سلم يقول لا تمر ربي على قبر العبيدي والله إني ما استميت من وفاته ليت ربي يبعثه بعث جديدي ويتمتع في حياته مع ربوعه دواره أكرم رفيد زله عضيدي محمد المرشاد ولف في عباته هذا رفيدهم وهذا اللي يقول الظاهر اللي يقول هذه سهيل عبد العزيز بن مقحم من أهل القصر يقولها في رفيده ومحمد المرشاد رفيد زلك يا سهيل وسهيل يحبه رجال كريم رجال كلهم أهل كرم وأهل الله يرحمهم مات سهيل ومات محمد المرشد ومات العبيدي ومات وحنا وراهم ولما مات ابي وطالب الدعاء وسهيل الله يرحمه يعني ما جاء له بعد عياله الله يرحمه ويغفر له وقدس روحه وارواح والدينا ووالديكم وارواحنا كذلك الفردوس الاعلى ويغفر لنا ولجميع موتى المسلمين الذين ليس لهم داعي ونساهم الناس وهذه حالنا الله سبحانه وتعالى لكن حنا نقول الدروب ولو طارت وتشتاليها وبنت العم ولا مالها تالي عاد وش اسمها ولو بارت ولو بارت يا ما شاء الله الله يطمن وش بداية القصيدة لا تمر ربي على قبر البيت يا سلام انا رحت مع طريق نجران عام 84 ماني مسبر روحي بالحال ما شاء الله والروح منين نحول من تجي على شارعين نحول من الدراب تجي ميلادي وتجي ومن الدراب رحنا من عند ضرمة طيب ومن ضرمة على طول مع طريق الحجاز صحراء ما في شيء ورا عليك الحين وهذا حنا يوم اقبلنا على الخرمة وحنا نهزع على الخرمة ومن الخرمة نحول ما زفلت يا ابو صالح لا ونحول كذا الله ومنها على تثليث بينها كالشطبان وهو كالجبال ومن تثليث وين على دمه لا على 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 بيشه على بيشه صحيح. الله ومن بيشه على دمه على الحصينيه وعلى نجران على 84 ما في لا زفلتات ولا شيء ولا حنا حمله رايحين لنجران اي مشت الامور وش موتركم يا ابو صالح انت خابره لواري كبار ثلاثه طن يعني ما تمشي تسمع صوت لا حملات الله ابو حزام الممسى يشوف المقيال الله المستعان الله يطعمنا طعمنا وكرمكم الله عافاكم الله يسر الله امور وبارك لهم ما رزقتهم كلهم الحمد لله البيور الاول مثل احلام الليل سبحان الله لكن متيسر لاهلها جزاكم الله خير يا مرحبا الله مسلم ولي بيموت محل رد الموت عندي لا ورغم قلها وذا لكن فيها لذه فيها لذه لا اله الا الله يا ابو كثر الله خير مخرجنا العظيم ابو غباشي ارسل الشباب ياخذوا الفطور اي والله قدام يبرد ابو محمد يلا تعافيهم والشر ما جاء بناخذ فاصل يا محمود ولا احمد خلنا نواصل فاصل على موجه الشباب يشيلون الحمد ونرجع للاباء الحمد لناخذ الجوله الثانيه يلا طلعنا فاصل بسم الله بحضوره